في هذا المستشفى بخان يونس في غزة، عشرات المرضى ممن يغسلون الكلى عالقون بين نيران القصف الإسرائيلي وخطر انقطاع الكهرباء عن الآلات والمعدات المستخدمة في علاجهم. أطباء حذروا من نفاذ الوقود في المستشفى خلال ساعات فقط، ما ينذر بكارثة إنسانية. أما هنا في مستشفى كمال عدوان، فأطباء يرفضون الإخلاء بعد طلب من إسرائيل، مؤكدين أن حياة أطفال فيها على المحك، حيث يعتمد العشرات منهم على أجهزة التنفس للبقاء على قيد الحياة بسبب أمراض يعانون منها، ويستحيل إخراج هذه المعدات. زي ما أنتم شايفين أطفال مشبكة على أجهزة تنفس صناعي. طلب منا الآن أنه إحنا نقوم بإخلاء المستشفى. أين إلى 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 أين إخلاء هؤلاء الأطفال؟ هؤلاء الأطفال الآن مشبوكين على أجهزة تنفس صناعي، وهم مرتبطين ارتباط كلي، ولا يمكن نقلهم، بل بالعكس نقل هؤلاء الأطفال سيشكل عليهم خطورة. إسرائيل طلبت من عدد من المستشفيات في القطاع إخلاءها، فيما حذرت الصحة العالمية من الأمر، معتبرة أنه حكم بالإعدام على المرضى بداخلها.